بعدنا متابعين معكم حلقتنا لليوم من بتحلى الحياة، تحية لكل يلي انضموا لنا هلأ. نوصل لفكرة ثابتة ببرنامجنا، فكرة أجريكولتور، نستقبل فيها وائل زيدان. هاي وائل. هاي وائل، اهلا وسهلا فيك وائل زيدان. كيفكم؟ نحن كثير منيح. على طول بتجي ايديك مش فاضيين. جيب الجنينه معك. صح. شو اليوم رح تخبرنا عن الكيل؟ صح، عن الكيل. الكيل عم ينزرع جديد بلبنان، صرنا سامعين كثير عنه، هو سوبر فود، من اهم المأكولات الغذائيه حاليا. كثير مهم لانه في كثير انتي اوكسيدنت وكثير انتي انفلاماتوري. مليان فيتامينز، يعني عندك فيتامين كي، لتسي في 1300 وشي فيتامين كي، فيتامين بي، فيتامين سي، مليان من كل شيء. والحلو فيه انه بيطلع بحيالة كلايمت، بحيالة طقس بيكبر، وفيه نزرع وين ما كان. وانا زرعهم على البلكون عندي مثل ما شايفين، حطهم ببوز. واو. لو هيدي بالشتاء لو... يعني؟ الصيف وبالشتاء بتعيش عادي؟ بيطلع بيطلع صيف وشتاء. لو هي بالارض بعد تكبر كثير بتصير، يعني بعد بتشوفها هلا بعد عم تكبر، بتشوفها الورق عم يعملوا هلا. حتى بيقولوا ان هي مضاد كمان للسرطان. صح، اكيد هي مضاد كل شيء، انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري. الكانسر بيصير اجمالا بصحه الانسان من وراء انه في نقص اكسجين بجسمه. صح، فالكانسر هذا الشيء اللي بيقتله اجمالا 100%. نعطي اكسجين كثير للجسم لنقوي الميتابوليزم، فالكانسر بيصير يضعف شوي شوي. وهذا في تقريبا 40 نوع انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري مع بعضهم. فاتس فولي باكت، وكثير قديم، يعني هذا موجود باسيا من كثير زمان، ونقل على يوروب ب 600 قبل الميلاد. وبلش ينزرع من وقتها. وقال انا بعرف انه هيدا بيستعمل بالسلاد، بينعمل جوسز، صح، سموذيز، يعني عنده استعمالات كثيره. 100%. بس هلا بدك تخبرنا كيف بنقدر نزرعه، لانه قبل كنا نروح نشتريه و... ويعتبر غالي لانه امبورتد. بس حتى ما بيكون موجود وين ما كان. صح، ما بيكون موجود لانه ما في كثير طلب عليه. اكزاكتلي. هلا قبل ما اعلمكم كيف بيزرعوا، اهم شغله اذا واحد بده ياخذ الماكسيموم افاده من الكيل بطريقه الاكل، هو يعمل له تبخير ستيمينج. مثل كل الخضار خمس دقائق ماكسيموم، فبيكونوا الفيتامينز باكت، بصير يتحللوا بسرعه اكثر، بيقدر ياخذوا الجسم، بالخاص المغنيزيوم مثلا والكوبر الموجودين بقلبه. بدهم هيدا الشيء. هلا مثل ما شايفين هيدي شتله صغيره واللي هي ما نزرعها هلا ببو اكبر. هلا بخبركم اني جايبها ومعي كمان. وهي بتكبر ببو ولا بدها مساحه؟ صح، بتكبر. اذا مثل ما بتشوفي او ارض اكيد، اذا مثل ما بتشوف هيدي البول صغير لك قد صارت الشتله. هو نفس العمر على فكره. هيدا البول اكبر، يعني هيدا قد مرتين ونص عن هيدا او اكثر. بتاخذ الشكل هذا القياس، حتى بدي عندنا سبيس على البلكون، يعني كل ما يمكن ما كبرنا البو بتكون بالارض بتصير شجره يعني. وبصير الورقه تبعولها كبيره، هيوج يعني. اكيد كثير كبيره. هلا مثل ما شايفين هيدي مثلا صارت البو كثير صغيره عليها، اذا شوف عم يصفر الاوراق. فبلشت عم تاكل من القوه تبعها، وعم تكون صعب عليها تعمل اوراق من جوا. هلا نحن ما ننقلها على بو اكبر، عم تشحلها قبل. صح، عم نشيل الصفر الاوراق الكبار حتى نحن ناخذ لنعطيها يعني القوة تطلع طلوع، وتاخذ الضوء على الشتلات على الورق الصغار. يعني بنخلي نحن ثلاث اربع ورقات فوق اجمالا وقت ما نزرع الشغله. وبحاجه لمي كثير؟ لا، ما بحاجه كثير لمي. هلا هيدي انا تاخرت عليها، لازم كنا نقلناها من زمان، هيك بنشوفها شوي تعبانه، بس اتس اوكي. هلا مثل العاده بنستعمل سوليوشن مخلوط، لانه عم نحط ببول او بالارض بيفرق الوضع اكيد. فنحن لازم نعمل التربة لازم تكون من نوعية معينة فيها فيتامينز. ببو أكيد، ببو لازم يكون مخلوط تورب بين كومبوست على أشياء أورجانيك ماتيريال. حتى إذا بنعمل كومبوستنج بالبيت كمان بيمشي الحال، يعني بنقدر نستعملهم، بس مهم يكون شيء فيري ريتش إن أورجانيك ماتر. هلا مثل ما بتشوفوا الشروش تبعها صاروا أكبر بكثير منا. ما بيقدروا ما بقى يساعد بو، يعني صار بحاجة لبو أكبر، فبدها بو أكبر. هلا أنا حاطط له مي أوريدي تحت، ضروري كثير تكون مثل العجينة تقريبا التراب تحت. هاي ما بأشر اذا كانت ناشفه، هي اوريدي مهم يكون الشرش من تحتيك مش مزبوط معها. سوري. وبعدين بنرجع بنقلب. هي بتجي من شتله ولا من بذور؟ من بذره اكيد، وبنرجع بنعملها بشتله. هلا اذا مثل ما بتشوفوا مرة الماضي مثل حيالا نوع سيدز، فينا نزرعهم على جنب اول شيء بكبايه، حيالا شيء مقدوح من تحت. لتفرغ. حيالا شيء مقدوح من تحت. والبذور صارت متوفره وين ما كان بلبنان. صح، مزبوط. بالمشاتل يعني. صح، وين ما اكيد. واذا بيعرفوا حدا مزارع قريب منه، او حدا بيوثقوا بالسورس بيزرع اورجانيك. نحن بنعرفك لك رح تترك لنا اياهم هلا. هلا في شغله كثير مهمه، هلا الكيل بيمشي وين ما كان، بس هيدي الفكره هي نحن بنعملها مثل جرين هاوس صغير. كانه بيوت نايلون يعني. 100%. هلا بنعطيها اول شيء بدايه قويه لتطلع اسرع، بتكون مرتاحه، وبلس بتحميها من البرد والهواء، لانه السقعه كثير كثير اكيد بتاذيها، يعني صفر تحت الصفر. هلا وقت تكبر شوي ببطل بدها اكيد. هلا بهالحاله بدها مي هلا مثلا. صح، هي اكيد. اول شيء لازم دغري نرجع. هلا انا اوريدي حطيت لها مي تحت، يعني هي بتكون حمايه للكل بده يزرع بالجبل بمناطق فيها كثير سقعه. واذا كانت الشتله اصغر نفس الشيء بنقدر نستعمل هودي الاشياء، ونشيل خطوط نايلون فوقها مع نعملها بهالطريقه، يعني حيالها طريقه نحميها من السقعه والعوامل. هلا اذا كانت خشنه او اذا كانت ملفوف
او اذا كان شيء ثاني افضل نحميه كل الوقت، وبصير نفوت له جوات البيت وقت يكون في برد بالليل، فبنقدر ناكل منه على كل الوقت يعني. بنصير وقال بس بدنا نشيل كل عرق منه اذا ما نستخدمه للسلاد، نشيله من تحت صح؟ صح. نحن لك اذا ملاحظين هي فيها نقطف منها من هذا العمر، نحن نبلش نقطفها من تحت لفوق مثل هذا الشكل يعني. وإذا بتحبوا تذوقوا طازة أنا مغسلهم أوريدي. آه والله. وكتير طيبين. كتير طيبين. إني فيهم مرورة، أنا بعرف إن فيهم مثل مرورة شوي. هيدي ما فيها مرورة هلا. هلا في أنواع بتتاكل. كتير أنواع أكيد. الورقة إذا بدك كله بينأكل أكيد، بس الورقة هلا طيبة خضراء. في كتير أنواع منها. في أنواع. هذا النوع الفريزر اللي هو بحس بالنسبة لي طيب أكثر شيء. كتير طيب. أصلاً من وين مثل ما كنت عم بتقول. هلا هي مرة شوي بس منا مزعجة. لا مرورتها طيبة. تكون بالسلاد مع دريسنج. هلا هي اهم شغله هيدي الكيل للديتوكس، بنعرف شو ديتوكس يعني ننظف جسمنا ونقوي بالانتي اوكسيدنتس، فيها تكون بالجوسينج، فيها تكون بالاكل، فيها تكون بالستيمينج، فيها نحطها مع حيلا سلاد، مع حيلا يعني اذا بنخلطها مع الكينوا فور اكزامبل بتعمل سلاد كثير طيبه. عم نشوف هون قد فيها كميه فيتامينات. صح يعني اذا بتشوفوا فيتامين كي فيها 1300 وشي فيتامين كي، ومن اهم الانتي اوكسيدنتس المسؤولين. وفيها تقريبا شي 15-16 نوع فيتامين وبروتينز، وفيها فايبرز كثير مهمه للجهاز الهضمي. سوبر فود يعني ضروري تكون اذا فينا نقول مزروعه بكل بيت. فيجيتيريان بدي يستغني عن اللحمه، هيدا 100% بيعطيه الايكوفالنت تبع اللحمه. يمكن من اكثر بلانت فيها هالقد. صح 100%. كل كالوري من هيدي فيها فيتامينز يعني بنصح كل الناس تكون موجوده ببيت كل شخص فينا، لانه عن جد بتحتوي على كميه فيتامينات كثيره. صح ومشجع المزارعين يزرعوها اكيد. اكيد. وائل شكرا لك، دائما اكيد تقدم لنا قصص نستفيد منها كثير نحن والمشاهدين. نحن اكيد بنشوفك بحلقات جايه.